بشير صار له كم يوم مو على بعضه، واليوم كان عم يسوق السيارة مثل المجنون. مراد كان خايف كتير. شو صاير له هذا؟ ما عم بقدر افهم. ما بعرف، بس امبارح بالليل كنت عم اتمشى برا، حبيت غير جو وشم هوا نظيف. ايه شفتك انت ومهند على البلكون. الي انا؟ طولتي وانت قاعده عنده؟ لا انا ما رحت لغرفته. ما قلتي لي الصبح انك رحتي لعنده امبارح بالليل؟ ايه بس ما فتت لجوا، الباب كان مقفول، ولما اصريت فتح لي الباب بس هيك، وبعدين سكر الباب بسرعه يعني قلعني. ما بتتذكري لما تمسخرت عليه وقلت له كنت عم تكتب الكلمه بالسر؟ لساتكم سهرانين؟ ايه تفضلي. على مين عم تنموا؟ عم نحكي عن حفلة نهال. منيح اللي قربت. بكره بيكون فستانك جاهز ما هيك؟ ان شاء الله. كثير متشوقه لبسه، رح يطلع حلو كثير. طبعا حلو. بحياتي ما لبست مثل هالفستان، بيشبه فساتينك، كثير حلو ومرتب. كأنه بس هديتك اللي عجبتها وانا هيك رح غار. لميس خانم. مزبوط، رح تكون نهال حلوة كتير بالسهرة، أنا متأكدة. أكيد. كأنكم لسه بدكم تقعدوا. بعد شوي بدنا ننام. تصبحي على خير حبيبتي، إذا بدك بكرة بجيب لك الفستان. المدموزيل قالت إنه هي بدها تجيبه. مثل ما بدك. تصبحوا على خير. وانتي بخير. وانتي بخير. كأنه في شي بيناتكم؟ معقول؟ شو بده يكون في يعني؟ صباح على خير حبيبتي. في شي؟ ابدا. تصبح على خير. وانت بخير.
شو صاير؟ من شو متضايق بشير؟ سليمان أفندي عم بيقول إنه إله شي كم يوم متضايق كتير وحابب يروح يشتغل بالبحر. ما بعرف، يمكن يكون عشقان، نفسيته تعبانة شوي. أنا مستغربة ليش شاغل حالك لهي الدرجة بواحد من خدام البيت. بدك تقلي إنه ربي بهالبيت طيب، بس لحد هون وبس، حتى إنه تنقر مع مهند. معك حق، بس وضعه مو طبيعي، لهالسبب أنا متعاطف معه. برأيي إذا بغيب لفترة بيكون منيح، وبعد الجيش خليه يروح لمحل ما بده، لا تمنعه. إن شاء الله خير. انت عشقان ما؟ ومين؟ اكيد بنت الملك، مو هيك؟ هالبنت فوق كتير، كل ما برفع راسي عم شوف صورتها بالسما، اذا بمد ايدي ما بقدر امسكها لانه بعيده، والشمس عم تحرق لي عيوني ما بقدر اتطلع فيها. طبعا أنا بعرف إنه هالشي مستحيل، بعرف ما رح تكون لإلي. أحياناً بقول بدي سافر، بس دائماً في شي عم يمنعني، ما عم أقدر أتركها وأمشي، ما عم أقدر أتخيل حياتي بدونها. عم أقول حتى لو ما كانت لإلي، بس أنا رح ضل جنبها، وهالشي ما بيكفي، ما بيكفي. روح بشير هلا، رح تكون أفضل من شان جميلة يا روحي. صعبة كتير، شو بدنا تساوي؟ تبكي لها كم يوم وبعدين بتنسى. أول شي بتوصلوني على الشركة لأنه عندي اجتماع بكير، بعدين الشوفير بيوصلكم على المدرسة. ماشي، إذا هيك رح تتأخر وأنا بوصلكم. ما في داعي أبدا، لأنه ما عاد في دروس وما عم ياخدوا تفقه. أنا ما عاد بدي يسلموا. صحة وهنا. صباح الخير مادموزيل. صباح النور. ندفع بكير، خليه هو يوصلنا. اي والله. صباح الخير.
صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. مهند بتوصلنا اليوم على المدرسة؟ بشير راح من الصبح بكير مشان إجراءات العسكرية، وبابا اليوم عنده اجتماع. بيصير؟ ما تقعد. لا، ما بدي الشباب يتأخروا على مدارسهم. بشير بده يروح الجيش؟ هيك قرار مبارح. ليش ما عندك خبر لهلا؟ أبدا، يلا بخاطركم. مع السلامة. ادعوا لنا. الله معكم. حوشت لكم فليفلة من جنينة، رح اغسلهم وجيبهم. جيبهم مشان المدموازين، نحن خلصنا فطور. ما بدي يسلموا. ما قدرت لحقكم، بتاكلوهم على الغداء. سليمان افندي، بعد اذنك شوف لي اذا بشير فاضي، قل له اني بدي اقعد معه شوي. يشوف شو عنده شغل ويرد عليه خبر. ما تاخذني عدنان بيك. بشير طلع من الصبح لانكم كنتوا نايمين ما شافكم، كان حابب يشوفكم بس. بس مشان الله. بدال حضرته ما يركض وراي، أنا اللي لازم أركض وراه. شو عم يصير؟ شي بيجنن. عم يعيش أيام صعبة كتير بهالوقت، لازم نعذره ونقدر ظروفه يا عدنان. سليمان أفندي بيشوفه معذور وأنت كمان معه، واللي صار مبارح بين مهند وبشير بالنهار بقدر أقول إنه سليمان بيعذره، بس أنا ما بقدر أعذره. أنا آسف. بشير ما عم يهتم فينا مثل ما نحن عم نهتم فيه. معقولة هالحكي؟ طبعاً معقولة. يعني ليش ما نوع عم يجي ويشرح لي عذره بنفسه؟ كل زاوية بالبيت ما بسمع غير موضوع بشير. شو هو معامل لي قيمة؟ أستغفر الله. من فترة كمان سمعت إنه عمل مشاكل، بس كرمالكن عملت حالي مو سامح. بس أنا عدنان بيك سيد هاد البيت، ما بيصير هيك. الحق معك. كلامي موجه إليك، رجاء لا تفهميني غلط. أنا معصب من بشير. الإنسان بس بده ياخد قرار بخص حياته لازم ياخد رأي اللي حوله. أولتها وآخرتها بده يروح على الجيش، فليش حتى يترك دراسته؟ الأسبوع الماضي كنت عم شوفه بيدرس بكل نشاط، شو صار له فجأة؟ هلأ بتصل فيه وبقول له بس يخلص شغله يمرق لعندك على الشركة. بيكون أحسن. أنا صار لازم أمشي. مع السلامة حبيبي. بخاطركم. الله معك. لا تعصب يا عمري، ما بتستاهل القصة. شو؟ بدي اطلب منك طلب بس ما بتخجلني؟ شروط ما في، بس الشغله مالها صعبه، لا تخجلني. اول احكي شو بدك. لا تخاف مو مصاري. اليوم اخذت مكافاه من بابا لاني طلعت بالمرتبه الثانيه. احكي. مو في حفله باليوم اللي بدها تصير حفله التخرج؟ ايه. كنت بدي اقول لك اذا بتروح معي على الحفله. لا تقولي يا. الله يوفقك، لا تخجلني. أنا شو إلي شغل بحفلتك؟ ما فيني. انسي، ما رح يروح معك. أنت سكوت. حقه ما أروح على هيك حفلة، كلكم أولاد. الولد هو أنت. لا تتضايقي مني، انبسطت كتير لأنك عم تعزميني، بس رح مل كتير هنيك.
اصلا انا ما كان بدي، لا تشغل بالك. بس البنات طلبوا مني خلي مهند يجي، خلي مهند يجي. كانت اختي تشوف حالها فيك. انا بعتذر وشكرا لكم. المره الجايه معناتها بتروح على حفله التخرج تبع الجامعه. هذا بده يكرش بعد ما يتزوج بسنه، بعد شي كم سنه رح يدير شعره، وقتها انا ما بخليه يمشي معي. لا ولو ما عم بمزح، رح ضل بقوتي مشانك، وعد. بس رح تجي على حفله الشهاده ما هيك؟ طبعا. دخيلك ما في داعي. لا لازم يروح، على القليله خلي البنات تشوفه بحفله التخرج. يسلموا يا بطل. هاتي لهون. هاي بشرى. نعم. صباح الخير. صباح النور، شو في؟ بدي اعتذر منك مشان امبارح. ممكن نحكي بعدين؟ عم سوق السيارة، اخذ الاولاد على المدرسة. لا تقول اولاد. قصدي نهال ومراد. وبعدين وين رايح؟ رح امرق على المعرض. بدي اغير السيارة. وانا حابة اجي. ماشي تعي، بشوفك بالمعرض. ما فيك تعمل شي بلا بشرى؟ ماشي بشوفك. يلا باي باي. شو عم تبربري يا غليظة؟ عم تقول ما في يعمل شي بلا بشرى. طبعا ما في، مو خطيبته؟ اصلا ما في يساوي غير هيك. حياة مع المرض طول العمر؟ اسمعوا لا تصدق. مين في يكون سعيد مع مهند؟ هذا مستحيل. نهال اعلنت الحرب عليك لانك ما رح تروح على حفلة. سمعت شو عم تقول؟ كلامها مزبوط. مهند استسلم يا اختي. لانه الحق معي. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ منيحة. شو بدك تعملي اليوم؟ بدي اخلص من موضوع هدية نهال. مع مهند؟ لا، شو خطر لك؟ هيك سمعتكن عم تحكوا. لا ابدا، اتصلت ببيسان ورح شوفها. فهمت. عم بتحاول تعمل شي بس ما عم بعرف شو هو. مبروك، عم تدور على بيت بدها تنتقل. وانت شو عرفك؟ حكت لي، بس ما بدها الاولاد يعرفوا هلا. الله الله، عدنان معه حق، كل واحد بهذا البيت عم ياخذ قرار لحاله. عدنان عنده علم بهالشي، ما قالت غير لإله. ادخيلك خليها تروح، هيك البيت بيخلص من واحد تاني. سهيلة، كنت جاي لعندك. اتصل الرئيس رضا. هلأ اتصل. مزبوط، قال ما رديتي على رسالته وعم ينتظر منك خبر. شو هاد مجنون؟ يلا يلا مبروك، من شان الله لا تبلشوا من جديد. يلا احكي بلا تخريف ولو. يلا. حكيت مع بشير وخبرته. ايه والله عملت خير. راح اغسل ايدي. اتصلي حتى نشوف شو بده. مستحيل، كمان انت يا شهيرة؟ ايه، شو فيها؟ احكي معه وشوفي شو بده. عم يخرف، شو غير هيك؟ ليش عم تحكي هيك؟ احكي معه مثل العالم. منتظرك بقهوة الصيادين. ليك لهالحكي، انا اللي بدي اروح لعنده؟ اذا بده يقول شيء يجي لهون. معناتها اتصلي فيه وخليه يجي. هي كمان لقيت سلاي. يمكن فيروز خانم عم تنادي لك. ماشي. سهيلة، اتصلي واحكي معه، شو رح تخسري؟ طالما عم يلح لهالدرجة معناتها ناوي شيء. بركي بيطلع عن جد زلمة منيح. إذا حكيت معه فهذا مشان تحلو عني. منيح، معناتها ناديله واحكي معه. ما بجيبه على البيت، خليه يجي على الشط.
مرتب الغرفة. جمولتي تعي تعي لأشوف يا جمولتي، رح نبعتك هالصيف على ألمانيا لعند خالك، شو رأيك؟ شو اللي خطر على بالك هلأ؟ من شان تغيري جو، وإذا بدك بتعملي دورات هنيك. عن جد؟ طبعاً، تتعلمي لغة، مو فكرة. إيه فكرة، وكتير حلوة. وبس ترجعي بتشوفي شغل تاني. ليش؟ يعني عم أقول إذا بدك، هلأ غلط إذا بتدرسي شي فرع هنيك؟ منسجلك بشي فرع من الفروعة. بس بتكلف كتير بابا، من وين بدنا نجيب المصاري؟ يا عمري، نحن عم نجمع كل هالمصاري مشانك انت وبس، مشان مستقبلك. بتسجلي بشي جامعة وبعد 4 سنين بترجعينا بشهادة. 4 سنين؟ مستحيل، ما فيني بعد عن هون كل هذا الوقت. معناتها بتفوتي على شي فرع مدته أقصر. ايه، يكون يعني حوالي 1.5 سنة بيكون أحسن. ماشي، مثل ما بدك. ايه، وأمي شو رأيها؟ هي مستحيل تبعتني. تبعتك؟ أنا بحكي معها. ماشي، ممتاز. ألف مبروك يا بيك. تسلم. مع السلامة. أهلا وسهلا، تكرموا، الله معكم. هالسيارة حلوة كتير، اليوم كل الصحفيين بالمجلات رح يعرفوا هالسيارة، ما رح ترتاح بنو. مو مهم، التغيير دائما حلو. بعمره عمك ما رفض لك طلب، صار لازم تعمل شي شغلة تفرحوا فيها. شو لزوم هالحكي؟ ما قلت شي سيء، قصدي لو تخلص هالجامعة وتبلش الشغل بالشركة بقى، عمك حابب يشوفك جنبه بأقرب وقت ممكن. لوين بدي وصلك؟ بدي روح على الوكالة، بدي أعرف ليش ما زبطت روحة باريس. أعملي شو ما بدك، أحكي مع الوكالة، فيك توقعي معهم العقد اللي بدك إياه. إذا بدك يكون 2 سنين ما عندي مانع. لا تكون عم تحاول تتخلص مني ولا شو؟ بقول هيك ما بيعجبك، وبقول شي تاني ما بيعجبك، حيرتيني شو بدك؟ قلي ليش بتعصب فورا؟ هيك ما بيصير. لا تعملي هيك عم سوق، خلص. تفضلي. شكرا لك. اهلا وسهلا. قررت اخذ هاي. اوه حلوه، ما هيك بتناسبني هال كتير. بتجنن. شايفة نهاد بيك كريم كتير مع بنت معلمه. لا يا ستي، جوزي عم بيتصرف بكرم مع بنت اختي. ممنونة إلكون. ما في داعي مسح جوخ لمعلمه. صاير عم تاخدي على خاطرك بسرعة. لا ما عم باخد على خاطري، قلت هيك لأنك عم تلمحي. يا الله بيسان، عجد بهي الفترة صار عم تفكري بطريقة غريبة، يا بيتهيأ لك شغلات سخيفة يا ما بتاخدي على خاطرك. اخترتوا شو بدكم تاخدوا يا هوانم؟ ايه؟ انا بدي اخد هاي الساعة، وانا بدي هدول، وهي الاختيار المناسب، رح يلبقوا لنهال خانم. شكرا كتير. انا رح جهز العلب. لا تضلي قلبي خلقتك فكية. طيب. اي ماما. حبيبتي بيسان ما تأخذيني، تأخرت عليكي، بعد 5 دقايق بكون عندك. ولا يهمك، اصلا هلأ لخلصت شغلي، انت قاعدي وطلبي اللي بدك يا. أنا جاي. ماشي حبيبتي. لما قلتي ماما فكرتك عم تحكي مع ماما عن جد، بتحبيها لهي المرة؟ كتير.
كثير، بتهتم فينا أكثر من ماما. معك حق، ما عم أقول شيء، هالمرة منيحة. يلا خليني هاد يكون محظوظ بأمه. الحمد لله. خلينا ناخذ أغراضنا، يلا باي. يسلم. مع السلامة. مرحبا، من فضلك فيني شوف عدنان بيك؟ أنا بشير بشتغل عنده. أهلين، بس عدنان بيك عنده اجتماع، إذا بتحب تستنى شوي. ماشي، رح استنى. هو بيعرف إنك رح تجي؟ هو بده ياني بس ما حدد لي وقت. ماشي، تفضل استنى، بس يخلص بتفوت لعنده. شكرا لك. هون إلنا وهاد أخذناه. شركة سميح دفعت التأمينات مشان تشتري هالمنطقة ويوقفونا شغلنا. شو نحن عم نخطط خططنا لك اليوم بيومه؟ قلتلكن تبلشوا بالشغل من السنة الماضية، ليش ما اشتريتوا كل الأرض اللي حول المشروع؟ هالمنطقة كتير مهمة والكل بيعرف قديش مهتمين فيها. لسبب ما لازم نكون ضيعنا الأرض من إيدينا يا خلدون بيك. بتعرفوا مين شريك بشركة سميح يا أساتذة؟ حلمي أونال. حابين يدفعونا ثمن المناقصة، كل بساطة بدهم ياخذوا الأرض اللي بقلب المشروع تبعنا مشان يعطلوا شغلنا، ونحن لازم نضل ساكتين وهذا مستحيل. هي آخر مرة بينطرح هالموضوع كمشكلة هون، لازم ينحل بأسرع وقت. اشتروا الأرض، هذا كل شيء عندي. تعال معي. ألو؟ أنا ماني عم بفهم، كيف بتبني استراتيجية شركة على مبدأ الانتقام؟ الأخبار السيئة بتوصل بسرعة، طول بالك. فيني أفهم هالأرض شو بدها تفيدكم؟ مانك شايف شو فادت؟ طاش حجر ولعدنان بيك ما هيك؟ لا توثق كتير بشركاتك الجداد، لسه طمعك رح يدمرك، رح تشوف، وأنا عم حذرك بابا. لا تخاف علي، وضعي كتير منيح، وظهري قوي. طلع لوراك كل فترة والتانية منشان ما تاخد سكين بظهرك. هالسكين أكلتها من إيدك، لهيك هلأ تعلمت لمين ممكن دير ظهري. معناتها ما بقى في شي نحكي. على قليلي اللي مبروك على الأرض. لا تفرح كتير، الله معك. بشوفك، الله معك. كنت حابب أشتغل بالبواخر بس العسكرية كانت دائماً تمنعني. أنا آسف، كان لازم أحكي معك من قبل بس أخذت قراري فجأة. ممكن تفسر لي تصرفاتك بالفترة الأخيرة؟ عيشت البيت بأحداث مزعجة. يا ابني أنت بعمرك ما كنت عصبي هيك يا بشير. إذا في شي مشكلة بدي أعرفها. مشكلتي الوحيدة أني حابب أروح، ما في شي تاني. Thank you.
رح روح بعد شوي، خليها محلها. تكرم يا بيك. عمي بمكتبه؟ عنده واحد من اللي بيشتغلوا بالبيت اسمه بشير. طيب خلصت الإجراءات؟ إمتى رايح على الجيش؟ طلبوا فحص طبي وشوية ورق وبعدها بروح، يمكن على السحب الجاي. مرحبا. أهلين، فوت. كنا عم نحكي بقرار بشير. الحقيقة منيح اللي اجيت. مشان الموقف اللي صار هداك اليوم، بشير بده يعتذر منك. صحيح ما بعرف شو اللي صار، بس أنا هيك بدي. لا عمو، ما في داعي. نحن حليناها، خبرتك. أنا بعتذر. بشير رح يروح بالسلامة وما بيصير تكونوا زعلانين. بالتوفيق إن شاء الله. أنا صار لازم روح. ماشي، إذا احتجت لأي شيء قلي. شكراً لك. بخاطركم. الله معك. استلمت السيارة. ألف مبروك. طيب رحت على الجامعة؟ بعد ما وصلت الولاد على المدرسة كان عندي امتحان، قدمته وإجيت. كيف طلعت؟ منيح، لولا هيك ما بجي على الشغل. منيح. أحكي مع نياد، في مشكلة حلوها. ماشي، أنا هون. المسا بنرجع على البيت سوا وبسيارتي. بدي يوم واحد بس يكون إلي، يكون ملكنا نحن. يوم واحد. ألو سمار، أنت ما بتعرفي شو صار. السيد حلمي هددها لسهير. فكرت صاير شي شغلة. سهير إجت، هي هون. هالزلمة ما بيعرف شو عم يساوي، قطع لها الطريق مثل قطاع الطرق. تخيلي انه عم يحرضها ضدي، وبعدين قال لها بكل وقاحة بدي اياك تكوني بصفي. هالواطي لساته حاطة احطاطي، انا بورجي.
فينا نحكي بعد ما ارجع؟ انتي وينك؟ عالطريق، بعد شوي بوصل. ماشي، تعالي مشان نحكي لك كل التفاصيل، يلا لا تتأخري. ما بيعرف انك رح تجي تحكي لي كل شيء؟ لهالدرجة واثق من حاله؟ والله ما بعرف. شكرا لك. صحة وهنا. عم بيحاول يظهر فشلي لأنه قال لي إنه عم تستخدمي. هي آلة بعظمة لسانه لأنه هو اللي عم يستخدمك. من طمعه ما عاد يعرف شو بده يعمل. معقولة يطلع له مع عدنان؟ فكري أنت، مستحيل. أنا بعرف. بجهة عدنان وبالجهة الثانية حلمي أونال. أنا بدي أقول لك شغلة. من شانك لازم تعرفي وين توقفي. لو ما بعرف شو كان إلي شغل هون؟ معقولة أنت؟ لعبتيها صح. تلميذتك. أوه سهيلة، شو هالحلاوة؟ ملغمطة حالي كتير. لا أبدا، طلع حلوة كتير. خير إن شاء الله. لوين رايحة؟ أبدا، يعني رايحة على السوق. حبيت زبط حالي، تغيير شكل. منيح. كأنك جاية من السوق كمان. جبت فستان الحفلة لنهال. آه كتير حابة أشوفه. يلا بشوفه بس ارجع. يلا بخاطرك. مع السلامة. ليكا طلعت. حبي البرادي بنطلع من وراها، الزلمة رح يشوفنا. ما بيشوفنا من هنيك. يا الله، ليش واقفة؟ عم يسحبها لتحت. هذا هو الصح، أحسن ما يشوف حدا ويفهم غلط. متوترة كتير. خليكي هالمشية، رجليها عم تضرب ببعضها. على شو عم تتفرجوا؟ ما في شي، عم نطلع هيك. عم نطلع على سهيلة. تعالي تعالي، بدها تقابل الرئيس رضا. لابقين لبعضهم كتير. بدها تعرف نيته. برافو. لا بقى تطلعوا عيب. كتير بعد وما عاد فيني شوف شي. هدول لقولن تسلاية يتسلوا فيها. كاتيا افتحي البلور خلينا نشوف أكتر. خلص بكفي يا بنات، يلا على المطبخ يلا. سهيلة خانم، لوين رايحة هيك؟ ما بدنا نحكي مع بعضنا؟ بجي أنا؟ دخيلك انتبهي انتبهي. وقف وقف. مرحبا. لقدام في حديقة صغيرة، خلينا نروح ونقعد هني. أنا ما عندي وقت كتير، منقعد هون بيكون أحسن. إيه ماشي منقعد، تفضلي.
أول شيء أنا بتشكرك كثير لأنك جيتي، ما كنت متوقعك إنك تجي، وباعتبار ما معك وقت رح فوت بالموضوع فورا. أولاً لازم أعرفك بنفسي، أنا بطالع لقمتي من البحر وما عندي عادات سيئة بنوب، وما بفوت على تمي ولا لقمة بالحرام، يعني بدك تقولي إني إنسان شريف. منيح، شو بعمل لك؟ ليكي هلأ قد ما أحكي لك عن حالي ما رح تعرفيني، بس بدي قلك إذا عرفتيني رح تحبيني كتير. أنا حبيتك من كل قلبي من لما شفتك، قلبي بيرجف هيك لما بشوفك. وباختصار هلأ عرفتي نيتي، وبدي تقولي لي بصراحة أنت حابة تتعرفي علي ولا لا؟ ما بعرف. ما رح تندمي إذا تعرفتي علي، ماشي؟ إيه هات حكي، معناتها خلينا نقول على نية التوفيق إن شاء الله. أمانة برقبتك يا لميس، أنا واثقة ومتأكدة رح تكوني أم لألن. لا تخوني أمانتي. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. أهلا فيكي. مين في بجنانة؟ فيروز خانو وضيفتها سهير خانو. أي عجل مراد، خلينا نفوت قبل ما يشوفونا. في معمول إلنا كمان؟ إلك، فوتوا بدلوا تيابكن وكون حضرت لكم ياهن. إيه على مهلك، أنت بعمرك ما رح تكبر. ليش ما لقيتيهم يا بشعة؟ حلي عندي بقى. سكرت امك. اهلين يا اولاد. جبتيه؟ هلا. اعطيني رايك في مراد. اوه كثير حلو، بس ما معك شريك رقص. ما اغلظك. شكرا لك مدموزيل، خلي لي اياكي تلبسيه بالهنا. انت بدك تجيبي لي طقم التخرج تبعي من هلا، عم بقول لك. ها مو تكره. شو غيور، عن جد كثير كثير حلو. بس لو عندك مين يرافقك؟ مراد. والله ما عم اتمسخر هالمره، عم اقول عن جد. انت عن جد بتجنني مدموزيل. وانت حبيبتي، بدي اياكي احلى بنت بالدنيا. ايه بس لا تبكي. رح تتخرجي، كتير مبسوطة، كتير فخورة. شكرا. لازم تنبسطي، انت بتستاهلي يكون كل شي حلو بحياتك. ان شاء الله ما بتتعرفي الا على الناس الكويسين، وبتكوني احسن الناس. وانا؟ وانت كمان. ان شاء الله ما بتشوف غير ايام الهنا.